الرئيس في مؤتمر الشباب أجاب بشكل واضح جدا على أزمة الوراق. احنا الأسبوع اللي فات وأنا وضحت، لكن برضو الناس مصرة، ما هو اللي عايز يصر على حاجة هيصر عليها. احنا لما نزلنا الوراق وعملنا التحقيق الصحفي وأزعنا ان احنا هيكون هذا التقرير موجود معانا، قال لك بس اتمنع تقرير الوراق. ايه الشطارة دي؟ طب ما هم لو عايزين يمنعوا هيمنعوني ان انا انزل اصور اصلا، ولا هم ما كانوش عارفين ان انا انزل اصور؟ تعتقدوا يعني ان انا نزلت متخفيه؟ يعني ما كانوش عارفين؟ كانوا عارفين ان انا نازله اصور. يعني ما كانوش عارفين ان في برومو هينزل على القناه؟ عارفين. فاللي عايز يمنع هيمنعك اصلا انك تفجر المساله. لكن انا قلت لحضراتكم ان ما فيش منع، في استكمال للتحقيق حتى تكون هناك وجهات النظر مكتمله. اذا كنا رحنا للناس في الوراق وعرضنا مشاكلهم وسمعنا وجهة نظرهم، كان لازم نسمع الطرف الآخر اللي هي الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة ووزارة الري، الناس اللي شايفين أو الحكومة اللي شايفة أن في مخالفات على هذه الأرض. وسبحان الله جاءت إجابة الرئيس في مؤتمر الشباب على أزمة الوراق كما كانت معالجتنا. أعتقد أن احنا حاولنا نعمل معالجة موضوعية، وأعتقد أن إجابة الرئيس في هذا الأمر جاءت كما كان. تفضل. مصر خلال السنين اللي فاتت كان في تجاوزات كتير قوي قوي، الوراق كمثال. احنا بنتكلم في 1200 فدان ولا 1400 فدان؟ 1400 فدان. انا عايز اقول لكم ال 1400 دول لو اتبنوا بشكل عشوائي قولوا لي الصرف بتاعهم هيبقى فين؟ فين؟ صرفهم فين؟ في النيل. بعد كده تقول لي تعالى شوف احنا عندنا اولادنا بيجي لهم امراض من في الكلى والكبد نتيجه التلوث العالي في الميه، ولازم نعمل محطات معالجه ومحطات صرف عشان نحل المساله. بالمناسبه الوراق كجزيره اكبر من الزمالك في ارضها. شوفوا لما اتخططت الارض دي واتعملت بقت الزمالك. ولما ما بتتخططش الارض دي وكل واحد فينا يتصور هي ارض زراعيه ولا ارض مباني؟ ردوا، هي ارض زراعيه ولا ارض مباني؟ محدش يقدر ابدا يتعدى على ملكيتك ولا يستطيع طبقا للدستور والقانون ان انا اقدر اقرب من ملكيتك الا في اطار القانون والدستور، ولازم اعوضك التعويض المناسب طبقا لقيمه الارض دي دلوقتي. لكن انت يا ترى محافظ عليها أرض زراعية ولا أنت بتبني عليها؟ إذا كنت بتبني عليها، طب أنت بتبني عليها على أي أساس؟ طب بعد كده أنا يعني أنت عندكم في اسكندرية شايفين الكلام ده، الأراضي اللي موجودة واتبنى عليها بشكل عشوائي وبشكل غير مخطط تلاقي النهاردة شارع عرضه 7-8 متر وأقل من كده يمكن، وابراج 20 دور و15 دور. لو حصل حاجه لا قدر الله لا نعرف نعالج ولا نعرف ننقذ ولا نعرف نعمل حاجه. فاحنا عايزين الدوله تبقى دوله ولا هنفضل نتمدد بشكل عشوائي عليها دون سيطره؟ لا تتصدى للشرطه، تتصدى لها ليه؟ هو مفيش قانون تاخد بيه حقك؟ لا في قانون تاخد بيه حقك. واحنا مش رايحين نتعدى عليك. احنا مش رايحين نتعدى عليك. طبعا سمعت كلام كتير قالك ده في شركه استثماريه مش عارف ايه ودوله مش عارف ايه هتعمل ايه. يعني طب بالمناسبه احنا عندنا مشكله تمويل؟ احنا ما عندناش مشكله تمويل، احنا نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى نعمل كل حاجه، هي بس عايزين الفكرة وإدارتها. ده اللي عندنا إشكالية فيه، الفكرة وإدارة الفكرة دي. لكن إحنا ممكن نعمل، وأنا بفرحكم بنفسك ومش بفرحكم بحد يعني، فإحنا مش يعني مستنيين حد يجي. لا لا لا. هو ده كلام، كلام واضح جدا. الرئيس بيقول ما فيش مستثمر ولا في مشروع استثماري، عشان الناس كانت تقول مشروع استثماري اماراتي مشروع استثماري، ما فيش مشروع استثماري لمنطقه الوراق.
دي أول إجابة. الإجابة الثانية من الرئيس لن يضار أي أحد من الناس اللي لهم حقوق في هذه المنطقة، وده بقى رسالة عامة ومطلقة، محدش هيتضر في المنطقة دي. اللي أنا استشفيته كمان أن هناك رغبة حقيقية من الدولة في تطوير هذه المنطقة. يعني الرئيس لما يقارن بين الوراء وبين الزمالك، طبعا أهالينا في الوراء أنتوا هتشوفوا في التحقيق التلفزيوني اللي احنا هنعرضه، أقول لهم أنتوا بتصرفوا في النيل، طب أنتوا ما عندكوش صرف، طب الطرق وحشة، يقولوا لي احنا كده كويسين. ليه؟ لأن هم خايفين. هذه الرسالة تحمل طمأنة ومعالجة موضوعية واضحة جدا، صاحب حق هتاخد حقك، تطوير للمكان هنطوره وأنت جزء من هذا التطوير، مستثمر أجنبي هيدخل ويبقى أولى منك في المكان؟ لا، مفيش مستثمر أجنبي. والرئيس حتى قال هو المستثمر الأجنبي هيجي عشان يعمل إيه؟ عشان يدينا فلوس، ما عندناش مشكلة في مسألة الفلوس. الرئيس برضو كان واضح حتة التعدي على الشرطة، وأنا قلت لأهالينا في الوراء، قلت لهم التعدي على الشرطة مسألة ما ينفعش ناس نازلة فتقالك لا هم اللي تعدوا علينا. هذا الأمر بقى يخضع للتحقيقات، النيابة هتحقق مين تعدى على مين، مين ضرب مين، اللي مات هناك ده مات ليه. لكن الإطار العام الذي تحمله الدولة للتعامل مع أزمة الوراء قالوا سيادة الرئيس بالشكل اللي احنا شفناه، وحضراتكم هتابعوا معانا النهاردة في حلقة الوراء اللي هم قالوا نيات منعت اللي اتمنعت، اللي مش عارفه اتمنعت ليه الخميس اللي فات وهتتسامح بالخميس ده، يعني اللي كانوا قادرين يقولوا لي قولي ده. وعلى فكره اهالينا في الوراء هيتابعوا الحلقه، ولو حد فيهم لقانا شلنا حاجه قصينا حاجه يبقى يقول لنا. احنا في النهايه ما احناش زعماء سياسيين، الفريق ده ما هوش تابع لتيار ولا حزب ولا دوله ولا حكومه ولا مش عارفه مين، لا احنا بنمارس مهنة. انا مهمتي هنا ان انا اعلم حضراتكم، يعني اديكم معلومات، لكن انا مش بطلة قومية هطلع اتصدى وتبنى مواقف لها علاقة باي حاجة. احنا بنغطي شغلنا بشكل مهني. ليه رحت الوراء؟ كنت لازم اروح الوراء لاني كنت حزينة للغاية لما الاقي ازمات بلدي ناس بتتابعها على قنوات تانية. لا، الناس هتتابع ازمات بلدنا، ومش هنرجع لعهود فاتت، هنتابع ازمات بلدنا على تلفزيوننا، ولكن نسعى لذلك بمعالجه مهنيه. يا رب